السلام عليكم. اليوم نروح لولاية عميلة لنقف على المشروع تاع هذا المستثمر اللي أنشأ أول مصنع لإنتاج صفائح الفولاذية المغلفة وهذا استعمال تقنية آخر طراز في إنتاج هذه الصفائح الفولاذية إذن المعدنية المغلفة التي تستعمل في عدة صناعات واللي يعتبر أول مصنع في الجزائر وفي إفريقيا. ورغم كل هذا فالمستثمر هذا عانى لمدة 7 سنوات هو ينتظر في رخصة الاستغلال وكذلك ينتظر في التزويد نتاع المصنع هذا بالطاقة الكهربائية أو الطاقة الغازية. إذن هنيئا لهذا المستثمر بهذا يعني المركب الجديد والمزيد إن شاء الله في ميادين أخرى وفي ولايات أخرى. نترككم تتابعون هذا الفيديو عن هذه التجربة الرائدة والسلام عليكم. حركية متسارعة تشهدها ميلا في سبيل رفع العراقيل أمام المستثمرين، فعديد المشاريع قد سلمت لهم الرخص الاستثنائية لمزاولة النشاط فضلا عن رخص أخرى. عقد تعديل كان باسم بابا ربي رحمه وعدلوه لنا اليوم باسم الشركة. عندنا 7 سنين احنا نعانوا من العقود، الحمد لله اليوم تحصلنا على رخص البناء ابري مدة أعطونا تجديد رخص البناء. الأمر لا يقتصر فقط على الصناعات الخفيفة، فالصناعات التحويلية والثقيلة لها حيز متمثل في أول مصنع من نوعه في الجزائر وفي إفريقيا للصفائح المعدنية. كنا نعانيو شوية، أولا كان الغاز ما عندناش، شفت مع الصونا الغاز طلقوا لنا الغاز، دوكا بقات لنا رخصة استغلال. فات لا كوميسيون قالتني بلي راني وجدت له زين، داروا لي رخصة أنا ما على باليش اليوم جابوها. توصيات رئيس الجمهورية أتت أكلها عبر مرافقة مستمرة للمستثمرين، نتج عنها إطلاق مناطق نشاط صناعية جديدة لتحقيق القيمة المضافة وكذا توفير مناصب شغل. نتفائل باللي فيه يعني في الولاية هذه إرادة باش تخلينا ننطلق في قطاع الصناعة لخلق مناصب عمل. خلق مناصب عمل ومشاركة نتاع هذو كل المؤسسات في النهضة الاقتصادية والنهضة يعني للصناعة بصفة عامة. ميلا لازم يكون فيه بعض المجهودات في بعض القطاعات باش تولي يعني قطب صناعي بامتياز. يعني فيه كل المعطيات وفيه كل القدرات اللي موجودة في الولايات. خلينا إن شاء الله نتفائل بمستقبل مزدهر في قطاع الصناعة. عشرات المستثمرين في ميلا كان لهم لقاء مع وزير القطاع لطرح انشغالاتهم، كما تلقوا وعودا بحلها.